الخلايا بتتكون من ايه؟ زي اي حاجه قسمناها او زي اي اورجان، كورتكس وميدالا. الكورتكس بتاعي بيتكون من ايه؟ من الرينال كاربسلز والكونفيوليتد تيوبولز والميدالري ريز. دي الحاجات اللي موجوده في الاستراكشر بتاعت الكورتكس. الانر ميدالا فيها ايه؟ اهم حاجه فيها اللي هي الميدالري بيراميدز، بتبقى شكلها زي شكل المثلثات كده وعددها من 10 ل 18 اللي هي بتعمل اللوب الداخلي للكليه. فيها ايه؟ فيها هنا كولكتنج تيوبولز، فوق كان كونفيوليتد، هنا كولكتنج تيوبولز واللوب فانلي والبلاد كابيلرز اللي ما بينهم. طيب يبقى ده الشكل الخارجي من بره الكورتكس، الرينال كورتكس اللي مشاور عليه فوق ده، والبيراميدز اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الرينال ميدالا، هي اللي مكونه اللوب الداخلي للكدني. الكدني نفسها تحت الميكروسكوب هلاقيها مكونه من ايه بقى؟ من ستروما وبارينكيما. الستروما متعودين ان هي كونكتيف تيشو، يعني كبسول وتحتيه سبته، والسبته مقسمها لي للوبيولز او لوبس لو فصيصات اللي هو الحشو الداخلي. والبارينكيما اللي هي جوه فيها ايه؟ فيها اليورينري ريفرس، السيمينيفرس دي كانت في الميل تيوبولز، وكل واحده من التيوبولز دي فيها ايه؟ فيها النيفرون اللي هي الوحده الوظيفيه او الخلويه الكلويه بتاعت الكليه، والكولكتنج تيوبولز سواء اسندنج او ديسندنج واللوب الفالي. طب يهمني اعرف ايه؟ يهمني اعرف النيفرون لوحده بيتكون من ايه؟ اهم ستراكشر خدناه حتى في سنه اولى كاكزامبل على السيمبل سكويمس ابيثيليوم كان البومنز كبسول او كبسول البومنز او محفظه البومن اللي هي اسمها رينال كاربسل. طيب وهلاقي ايه؟ هلاقي طالع منها بروكسيمال كونفيوليتد تيوبول اللي هي بي سي تي، ونازل ديستال كونفيوليتد تيوبول اللي هي دي سي تي، وما بينهم اللوب اوف ايه؟ اوف هنري اللي شكل اليو شيب ده. طيب تحت الميكروسكوب لو انا واخده فلات سيكشن عايزه اشوف شكل الكوربسل ده هشوفه عامل ازاي؟ هشوف من بره ايه اللي من بره هنا خالص ده الكبسول، ومن جوه الكورتكس، وادي كل ده البيراميدز او المظله. طب الكورتكس فيه ايه؟ فيه البومن كبسول او الكاربسل اللي هي اللايننج بتاعها سيمبل سكويمس ابيثيليوم من جوه، خدنا الكلام ده في سنه اولى، ومن جوه الجلوميرولاي بتاعتها موجوده او الكاربسل الحشو بتاع الكاربسل نفسها سواء بروكسيمال او سواء ديستال. بيقول لك ان البروكسيمال بتبقى لونها اغمق شويه ودنس اكتر من الديستال. الديستال بيبقى ديستال كده اللايرز ما بين كل خليه كيوبيكال سيل، ما بين كل سيل وسيل باينه البوردر بتاعتها واضحه، يعني دي ديستال لكن دي بروكسيمال، دي بروكسيمال. طيب دي مثلا ديستال، يبقى الواضحه والفواصل ما بين الخلايا بتاعتها ديستال كده ومحدده دي الديستال، لكن اللي فيك ودنس اكتر سميكه اكتر دي بروكسيمال. طيب اللوب فانلي شكله بيبان عامل ازاي؟ بلاقيه شكلها سيركولر كده ومفيش فواصل ما بين الكيوبيكال سيلز بتاعتها، ولكن هي مش دنس زي البروكسيمال تيوبول. والكولكتنج تيوبول ما بين الاثنين. طيب تحت الميكروسكوب ادي ايه؟ دي البومن كابسول، وادي الجلوميرولاي من جواها. اللايننج اللي هنا بتاع البومن كابسول ايه؟ سيمبل سكويمس ابيثيليوم. طيب دي باين فيها الكورتكس بس، دي اكبر تكبير اكتر على البومن كابسول. ادي السكويمس ابيثيليوم اهو لو شاورنا عليه، وادي التيوبولز من جوه. طيب دي بروكسيمال ولا ديستال؟ بروكسيمال. طيب دي واضحه دي كمان صوره برضو للبومنز كابسول، بس دي على هاي باور، ودي اللي مبينه اللايننج ابيثيليوم واضح جدا بالسكويمس اللي فيها فلاتن سيلز عامله لايننج للكبسول. ادي هنا على اللو باور، دي زي اللي شفناهم اللي فات، يبقى الشمال لو باور ماجنيفيكيشن بتاعتها ابعد شويه، دي الهاي باور انا شايفه اكتر الكبسول واللايننج بتاعها. طيب اللايننج بتاع البومن كبسول اللي انا عماله اشاور عليه ده عباره عن تو لايرز، في باريتال لايرز ودي فيسترال لاير، وما بينهم في سبيس اسمه بومن سبيس. طيب البرايتل او الاكسترنال دي اللي هي السمبل سكومس ابيثيليوم اللي انا عماله اشاور عليها اللي انا بشوفها باللايت مايكروسكوب العادي. الفيسترال لاير مش هشوفها غير بالالكترون مايكروسكوب، بتتكون من ايه؟ من بودو سايتس. البودو سايتس دي هي اللي بتكون الفيسترال لاير او الطبقه الداخليه اللي بتعمل لايننج للبومن كبسول، واللي ما بينهم
اسمه الكابسولار او برومن سبيس اللي ما بين الاثنين اللي هما الاكسترنال والانترنال. طيب دي مبينه لي ايه؟ الاكسترنال اللي هو البارايتال العادي. طب الفيسرال اللي المفروض هشوفه هنا اللي ما بينهم ده السبيس برومن سبيس هشوفه بايه؟ هشوفه باللايت مايكروسكوب بالالكترون مايكروسكوب. شكله عامل ازاي؟ ايه تعريف البودوسايت اللي فاتت دي؟ البودوسايت زي فورم الفيسرال لاير اوف بومن كبسول اللي هي الانترنال سيرفيس بتاع اللاينينج بتاع البومن كبسول. ما بشوفهاش غير بالالكترون مايكروسكوب سواء سكاننج او ترانسكاننج. طيب شكله عامل ازاي؟ بيبقى ليها بروسيسز كده والبروسيسز دي في ما بينها سبيس هي اللي بتعمل الفلتريشن. دي بالسكاننج دي بروسيسز ثاني. يبقى انا عندي تو سلايدز للبودوسايتس، واحده بالسكاننج وواحده بالايه؟ ترانسميشن. دورها ايه؟ دورها بيظهر قوي في حاجه اسمها بلاد رينال بارير اللي هي بتفصل ما بين الدم واللايننج بتاع الكبسول. بيتكون من ايه البارير ده؟ من الفينستريتد اندوثيليوم بتاع البلاد كابيلاريز اللي موجوده في السبيس العادي، والجلوميرال باسمنت ميمبرين اللي موجود في في الكاربسل او البومن كبسول، والفلتريشن سليتس اللي موجوده في البروسيس بتاعه البودوسايتس. البودوسايتس دي ليها صوابع او بروسيس كده اللي ما بينهم بسميها فلتريشن سليتس. السبيسز اللي بتربط كل صباع او كل بروسيس بالتاني اسمها فلتريشن سليتس. ادي ده المفروض بروسيس وده بروسيس وده بروسيس. الفلتريشن سليتس اللي ما بين كل بروسيس والتاني، هو عامل زوم بس على الحته دي. ادي البروسيس اهي برضو، وادي الاندوثيليال بتاع الكابيلاريز، كل ده على بعضه اسمه بلاد رينال بارير. وادي كمان الاندوثيليال، وادي البروسيس والسليت فلتريشن اللي ما بينه. سليت فلتريشن او مشاور عليه او فلتريشن سليت. طيب دي صوره للبروكسيمال والديستال كونفيوليتد تيوبولز، كانت باينه قوي في الصوره الاولانيه افضل من كده. قلنا ان الديستال بتاعتها البوردرز ما بين الخلايا اوضح ولونها اخف شويه من البروكسيمال. هنا مش واضحه قوي بصراحه، يعني في الاول كانت احلى. ده الاي ام بتاع البروكسيمال كونفيجريتد تيبيول. شفت هنا ايه؟ شفت البروجيكشن الفينجر لايك بروجيكشنز اللي خدناها في سنه اولى اللي اسمها المايكرو فيلاي. المايكرو فيلاي مش هتبان لك في اللايت مايكروسكوب، انت هتشوف بس كيوريكال سيلز كده ملفين حوالين بعض، لكن مش هتشوف المايكرو فيلاي اللي طالعه من الايبكس بتاعه التيبيول. دي كلها تيبيول اهي. وهشوف ايه تاني؟ هشوف ميتوكوندريا كتير جدا. هي فيها ميتوكوندريا وفيها مايكرو فيلاي. دي صوره الاي ام بتاعتها. دي المايكرو فيلاي، يعني دي كده دايره مكمله لفوق، وده اللي يومن، ودي الصغيره دي الميتوكوندريا اللي فيها. يبقى هي برومينت فيها ميتوكوندريا كتير وفيها مايكرو فيلاي في الابكس وفيها لايزوزومز عادي. المهم ان يميزها بس هي الميتوكوندريا. طيب بعد كده هناخد الكدني، نفس السلايد بتاع الكدني بس بالسيلفر ستين. ليه انا بحط سيلفر؟ انا بحط سيلفر دايما علشان اشوف الريتيكولار فايبرز او الريتيكولار ابيثيليوم. لون هيبقى ايه؟ لون هيبقى اسود او ديب براون. دي الكدني، نفس السلايد بالظبط. وادي الكبسولز اهي، ادي كبسول وادي كبسول وادي كبسول. امال ايه الاسود اللي بني دي براون او اسود ده؟ ده الريتيكولار فايبرز اللي ما بين الخلايا. يبقى انا بصبغها بالسيلفر ستين عشان اشوف الريتيكولار تيشو او الريتيكولار فايبر. هنا باينه واضحه قوي. اللون الاسود ده ما كانش باين في اللايت مايكروسكوب، انا كان باين لي بس اللايننج ابيثيليوم اللي جوه ده. دلوقتي مش باين قوي بالسيلفر ستين، اللي باين عندي الريتيكولار الارضيه. دايما الريتيكولار فايبرز او الريتيكولار تيشو ده الارضيه بتاعت اي اورجان. دي كمان بالسيلفر ستين. الخلايا مش واضحه، ولكن اللي واضح الريتيكولار فايبرز اللي ما بين الخلايا واللي عامله لايننج كمان للكبسول. طيب بعد كده هبدا في الجزء الاخراجي من اليورينري سيستم اللي هو اليوريتر الحالب. احنا عندنا تو يوريتر في جسمنا على الرايت سايد والليفت سايد مع كل كدني، خارج من الرينال بلفس ونازل يوصل لحد البلادر، يدخل في الانجل بتاعه البلادر في حته اسمها برايبوف. طيب خدنا في سنه اولى ان اللايننج بتاع اليوريتر والبلادر كان ترانزيشنال ابيثيليوم. يعني انا لما هاجي اشوف اليوريتر والبلادر تحت الميكروسكوب هلاقي الميكوزه بتاعتهم فيها ايه؟ ترانزيشنال ابيثيليوم. طيب
بما ان اليوريتر ده عبارة عن انبوبة او تيوب، فانا لما اشوفه كات سيكشن هشوف الشكل بتاعه دائري، يبقى العينة هتبان تحت الميكروسكوب كلها دائرية، الا لو انا قربت على الهاي باور هتبقى شكلها ابعد شوية، يعني كده هتبان بالمنظر ده. ادي سيركولر وادي اليومن اللي في النص. احنا دايما بنبدا الميكوزا او اللايننج من اليومن. ادي كل ده اسمه ايه؟ ترانزيشنال ابيثيليوم، اللي هو بيبدا من هنا لحد مكمل معاك لحد اليوريسترا في الاخر. طيب وبعد كده بلاقي ايه؟ بلاقي الكونكتيف تيشو او الكوريا اللي بيبقى فيه فايبرز وبلاد كابيلاريز، عادي جدا مكمل معايا. اي ميكوزا في الدنيا تحتها كوريوم او كونكتيف تيشو بيسندها، او بنسميها في حته ثانيه السب ميكوزا. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي مثل لير محترمه وصل مثل كود محترم من ايه؟ من ثلاثه لير، انر وميدل واوتر. انر لونجيتودينال وميدل سيركولر واوتر لونجيتودينال برضه. يبقى عندنا انر لونجيتودينال واوتر لونجيتودينال، وما بينهم طبقه من اللير اسمها سيركولر مثل لير. يبقى عندي مثل كود هنا ثلاثي سميك بيبان جدا. يبقى انا تحت الميكروسكوب عيني هتميز ايه؟ عيني هتميز اللاير بتاعت الابيثيليوم بتاعت الميكوزا، وهتميز المصل كوت المحترم الكبير ده. وبره خالص عندي الادفنشال كونكتيف تيشو او السيروزا زي ما احنا متعودين في اي اورجان. دكتور وايت كانت عارف ترانزيشن الابيثيليوم صح انا نسيها؟ ايه؟ ترانزيشن الابيثيليوم انت عارفه يعني؟ تعريفه؟ اه خدت سنه فاكر. ده كان نوع من انواع الاستراتيفايد ابيثيليوم، كنا بنسميه ترانزيشنال علشان هو شكله بيتغير من حاله الى حاله، بينتقل من حاله الى حاله. ليه؟ انت عندك هنا في يورين بيمشي في البلادر وفي اليوريتر، فبيحصل ستريتشنج، فشكل الخلايا وهي ستريتشنج غير شكلها وهي شرينك فاضيه. فاللي بيحصل ده ان عدد الخلايا بيتمط فتبان اصغر واقصر وممطوطه، ولكن وهي فاضيه بتبان اكتر واطول واعرض، فسميت ترانزيشنال عشان هو ليه حالتين، حاله وحاله من كده. هو ده اسمه كده. بلاقيه فين؟ في اليوريتر واليورينري بلاد. طيب اللي قدامي ده ايه؟ ده كات سيكشن في اليوريتر اهو، الشكل الدائري اللي اتفقنا عليه اليومن اهو. وادي الابيثيليوم، الطبقه اللي جوه دي التخينه دي هي الترانزيشنال ابيثيليوم، ودي الكونكتيف تيشو اللي تحتيها، وكل السيكنس الهايل ده ده المصل لير، كل ده داير ما يدور مصل لير، ومن بره في ادفنشيا او كونكتيف تيشو اللي بتعمل لايننج خارجي. دي كمان ادي يوريتر، كل دي الماسل لاير، وادي الحته السميكه اللي باينه دي الميكوزا اللي هي عباره عن مينلي ابيثيليوم وتحتها كوريوم بسيط من الكونكتيف تيشو اللي هي اللامنيا بروبيا او الكوريوم، وكل السكنس ده اهو سموث ماسل لاير اللي هي انر وميدل واوتر. ادي كمان صوره لليوريتر، ادي الابيثيليوم وادي الماسل لاير. كمان صوره لليوريتر على هاي باور اكتر، دي بقى بتبين لك ايه؟ دي مينلي عن ميكوزا، بتوريك الابيثيليوم وطبقات الابيثيليوم. استحاله الابيثيليوم ده يبقى اسمه سيمبل، ده ينفع يبقى سيمبل زي اللي شفناه في هومن كبسول سيمبل سكويمس كان لير واحده؟ لا، ده طبقات. احنا قلنا السكويمس ابيثيليوم او الاستراتيفايد ابيثيليوم ده ابيثيليوم متخطط يعني في كذا طبقه وكذا نوع من الخلايا، ده نوع من انواع الاستراتيفايد ابيثيليوم اللي اسمه ترانزيشن. طيب البلادر هلاقي ايه في الميكوزا بتاعتها؟ هلاقي ابيثيليوم برضو ترانزيشنال ابيثيليوم، وهلاقي كوريوم، وهلاقي ماسكيلوزا فيها ماسل لاير، بس الماسل لاير هنا ان ديفرنت دايركشن عشان انا البلادر عندي مش شكلها تيوب كده زي اليوريتر منتظم، لا ده شكلها عامل كده زي الايه؟ كومتايه كده، فلازم كل الماسل لاير تتجمع مع بعضها تعمل سيركوليشن مع بعضها. وهلاقي كونكتيف تيشو في البلاد فيسلز. ادي رسمه، كل دي رسمه، دي دايجرام مش سلايد. ادي الميكوزا، الميكوزا هنا بدات تبقى ايه؟ فولدت شويه. فولدت ليه؟ عشان البلادر بتملى وتعبي وهي فاضيه بتنكمش زي الكيس المكرمش على بعضه كده، فالفولدنج هنا اقوى، ملهاش ليومن محترم زي اليومن اللي في اليوريتر. طيب الابيثيليوم ترانزيشنال ابيثيليوم، والميكوزا فيها السب ميكوزا كونكتيف تيشو اهو، وادي الماسل لاير بتاعتي اهي، فيها شكلها مختلف، جايه هنا اوبليك، جايه سيركولر، جايه ابورد. الميدل لاير فيها زي كروستيشن كده للماسل فايبرز عشان تعمل الكونتور بتاع البلادر. وفي الاخر خالص عندي الادفنشيا او السيروزا. ادي الابيثيليوم
وادي كونكتيف تيشو وادي المسل لاير في الاخر. دي على الهاي باور دي كده. ما احنا اتفقنا بص شايف الفولدنج هنا مش منتظم لكن الفولدنج في اليوريتر منتظم دي انبوبه ودايما اليوريتر ما بجيبوش على الهاي باور بجيبه كله كده لانه كده 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 العينه بتبقى باينه واضحه من بعيد مش محتاجه الهاي باور. ربنا عامل لي زوم على لما بعمل لك زوم ببقى قصدي اوريك ان دي اليورينري بلادر عشان اليورينري بلادر من بعيد انت مش هتفهمها لكن اليوريتر اصلا كده كده قريب من بعيد هو نفس السكشن يعني ده انا بقرب زياده بس كده حاجه زياده لكن انا مش محتاجه اقرب انا بشوف الابيثيليوم بشوف اليومن وبشوف اللايننج والمسل من بعيد من لو باور العين لكن البلادر مش هشوف كل ده الا على الهاي باور. ما بيحصلوش ستريتشز البلادر ما بيحصلوش الاستريتشنج الفظيع هو بيحصل له حاجه اسمها بيكينج موفمنت زي مثلا تيوب الفالوبيان تيوب حاجة بسيطة بريستاليسيس بسيط لكن الاستريتشنج اللي بياخد 700 سي سي من اليورين ده بيحصل في البلادر بس مش في اليورين. دي صورة قديمة قوي كانت في 1-1 عن الترانزيشنال ابيثيليوم. دي الناس بيفكر الناس يا جماعة كان عندنا حاجة اسمها ترانزيشنال ابيثيليوم في يوم من الأيام خدت حمد الصورة زي دي من كنا بنقول يا جماعة السل اللي فوق دي كانت ليها عينتين باينيوكليتد سل في قديم الأزل الله يرحمه الكلام ده ماشي كده خلصنا اليورين طولنا فيه والله يا جماعة عايزين نقلب ضاف الرمض ربنا يعافينا من الرمض ما توصلوا للرمض حتى خد رمض في وان تاخد رمض في رمض كده مرمض ما مقرفه كده ما بتبقاش اصلا بس ليها ناس في ناس بتحب الرمض كده هم يبقوا رمض من ساعه ما ربنا خلقهم يحب الرمض وهيشتغل رمض وهيفضل رمض طول عمره هتعرفوهم وانتوا ماشيين كده في الضفه الراجل ده رمض لكن هو مش ماده مفضله خالص. ده الاي بول ومن بره عندنا الكورنيا اللي هي الفرانيل كنا بنقول عليها زمان ووراها فيها الانتيريو تشامبر وبعديها بيبقى فيه اللينس بيمسكها حاجتين اسمهم السيلري بودي او السيلري ماسلز هم اللي بيمسكوا لي اللينس او العدسه اللي مسؤوله عن انعكاسات الضوء عشان يدخل العينيه وبعد كده بيبقى عندي في الكافيتي كده الفيتروس بودي الفيتروس بودي او هو السائل الزجاجي اللي بيعمل الكونتور بتاع العين ده اللي لا قدر الله لو حصل رابشر في العين ولا حاجه والسائل الزجاجي ده خرج العين دي بتبقى خلاص مش هترجع طبيعيه تاني الا لو حصل بقى تكميل وشفت سيليكون وساعات السيليكون ده بيترفض وساعات يعني حوارات كده يعني. طيب ايه تاني محتاج اعرفه؟ محتاج اعرفه ان انا عندي حاجه اسمها ريتينا اللي هي الشبكيه. الريتينا ليها 10 طبقات في الهيستولوجي بتتكون من 10 طبقات دي حاجه ما بتتشافش على الهاي هاي باور يعني انت لو حطيت سلايد كده لللايرز بتاعه الاي بول عمرك ما هتشوف اللايرز بتاعه الريتينا غير على الهاي باور. وبعدين بنلاقي السكليرا انا مش فاكر السكليرا بالعربي يعني ايه ملتحمه باين ولا ومن الاخر خالص كل الحاجات دي بتتجمع وتخرج على البرين في الاوبتيك نيرف اللي هو مسؤول عن ترجمه الصور اللي احنا بنشوفها اللي بينقل الصوره ياخدها اللي انعكست من اللينس على الريتنا على الشبكيه يترجمها في صوره ذبذبات وصور تروح للاوبتيك نيرف للمخ المخ يقول ايوه انا شايف كذا ايوه ده كذا او ده عرفته ده ما عرفتوه. دي موضوع معقد هتاخدوه في النيورو وهتاخدوه في الرمض. انا يهمني هنا ايه؟ يهمني ان احنا عايزين نشوف تحت الميكروسكوب اللايرز بتاعت العين دي شكلها عامل ازاي. الاوتر لاير اللي هما اللايرز الخارجيه بتبقى شويه فايبرس ودي عباره عن كورنيا وسكليرا. يبقى الفايبرس لاير عباره عن كورنيا وسكليرا. طب والميدل دي بيبقى فيها فيزلز بيبقى فيها دم فاسكولار يعني الكورنيا والسكليرا ما فيهمش دم دول فايبرز بس لكن الدم بيبدا يوصل من الميدل لير فين بقى في الايريس اللي هي فيها الكلر اللي بتدي لون العين وفي السيلري بودي اللي ماسك اللينز من على الناحيتين طالع له صوابع كده وماسك اللينز وفي الكرويد اللي بيغذيها الكرويد ده هو المين بلاد سبلاي بتاع العين والانر لير دايما بتبقى نيرفس ليها علاقه بالنيرف عشان بتاخد من الشبكيه وتروح على الاوبتيك نيرف يبقى انا الاوتر لاير فايبرس الميدل لاير فاسكولار الانر لاير ايه نيرفس. ده التصور البسيط اللي انا محتاجاكم تعرفوه دلوقتي. ده شكل الكورنيا تحت الميكروسكوب. اول حاجه بشوفها من بره ايه
الابيثيليوم، الكورنيا الابيثيليوم، كل ده ابيثيليوم. اسمه ايه الابيثيليوم ده؟ كرياتينين. مفيش كرياتين هنا في العين ده. طيب وتحتيها نايمه على كبسول او ممبرين اسمه بومنز ممبرين، ده غير اللي في الكدني، ما تدخلش حاجات في بعضها بعد اذنك. هو الراجل بس سرح شويه في شغله طلع على العين ماشي. يبقى ده البومنز ممبرين اللي نايم عليه الكورنيا الابيثيلي. وكل السبستانشيا بروبيا الفظيعه العنيفه دي عباره عن كولاجين مرصوصه متوازيه ومنتظمه مع بعضها كده، ما بينهم سبيس تقريبا قد بعضها، والنيوكليس دي بتاعت الفايبروبلاست اللي بتصنع الكولاجين. يبقى انا عندي كولاجين لير كبيره جدا اسمها سبستانشيا بروبيا، فوقيها بومنز ممبرين، فوق البومنز ممبرين الايه الكورنيا الابيثيليوم اللي هو ستراتيفايد سكوينس نان كرياتينايز. اخر حاجه اللي هو الديسمنت اندوثيليوم او ديسمنت ممبرين، وده اللي اخره الاندوثيليوم الرفيع الجميل السكويمس. يبقى انا عندي ابيثيليوم من بره وعندي اندوثيليوم من جوه، اللي جوه سمبل سكويمس ابيثيليوم واللي بره ستراتيفايد سكويمس ايه نان كرياتينايز. حلو الكلام ده؟ ادي السلايد كل دي السمبل ولا الانر ولا الاوتر ولا ايه ده؟ السمبل اللي هو اسمه ايه؟ اندوثيليوم، كورنيا اندوثيليوم. احنا هنا بقى ما بنقولش سمبل سكويمس، احنا بنسميها باسمها. احنا في الكورنيا اللي بقى كورنيا الابيثيليوم، كورنيا اندوثيليوم. طب واللي بره ده الخارجي التخين ده؟ كورنيا ابيثيليوم. يبقى التخين ابيثيليوم والرفيع اندوثيليوم، وكل اللي ما بينهم ده ايه؟ سبستانشيا بروبيا اللي هي كولاجين. عندي اثنين ممبرين، واحد فوق اسمه وومنز ممبرين، يبقى الابيثيليوم تحتيه ممبرين والاندوثيليوم فوقيه ممبرين اسمه بيسمنت ممبرين. صح الكلام ده؟ ادي صوره على هاي باور اكتر بوريك فيها الابيثيليوم وومنز سبستانشيا اللي هي الستروم، هي السبستانشيا بروبيا اللي هي كولاجين، وادي بيسمنت ممبرين البينك التخين ده، وادي الاندوثيليوم الرفيع اللي هي نيوكليس بلاتين. نفس القصة كل ده كورنيا. طيب بعد كده بناخد جانكشن اسمه كورنيو سكليرال جانكشن. فاكرين الجانكشن اللي كنا بناخدها في الجي اي سي؟ الابيثيليوم بيتحول من حته لحته من مكان لمكان. طيب الجانكشن هنا ما بين ايه؟ جانكشن يعني فاصل ما بين ايه وايه؟ ما بين الكورنيا. يعني انا على يميني ده كورنيا، الكلام ده صح؟ دي كورنيا فعلا؟ ايوه لسه واخدينها بالليرز بتاعتها ايه؟ وعلى شمالي هلاقي السكليرا. السكليرا الكولاجين بتاعتها كتير وغير ريجولر، مش ريجولر زي الكورنيا. وهلاقي الطبقه بتاعه البومنز ممبرين اختفت اول ما دخلنا في السكليرا. يبقى حصل ايه؟ حصل منطقه انتقاليه ما بين الكورنيا والايه والسكليرا. طيب والديسمنت ممبرين هيبدا يبقى اضعف وارفع، علشان هتظهر هنا عندي عضلات اسمها السيلري ماسلز اللي هتمسك لي اللينس ببعضها زي الصوابع كده زي ما كانت ماسكاه. يبقى انا الممبرينز اللي كانت عندي في الكورنيا الكبيره دي هتبدا تتلاشى وتختفي. هنا مش هتختفي، هتروح خالص، علشان هيبقى عندي سبكونجكتيفال كونكتيف تيشو تخين جدا هيعوض نقص البومن ممبرين اللي هنا. وهنا هيبقى عندي عضلات محترمه اسمها السيلري ماسل هتعوض اختفاء الديسمنت ممبرين اللي هنا. خلاص يبقى الحته دي اسمها جانكشن ليه؟ عشان على اليمين حاله وعلى الشمال حاله ثانيه. ده ايه؟ كورنيا. ده ايه؟ سكليرا. واللي ما بينهم الحته الانتقاليه دي الجانج. اللي ورا ده الايرس ماليش دعوه بيه، دي رسمه الايرس. احنا اتفقنا ان الايرس اللي هو ورا الليز ماليش دعوه بيه، انا فهمني الجانج. ادي هنا دي ايه؟ كورنيا. وهي دي سكليرا. بعد كده كورنيا مين بقى؟ بس مش فاهم ده ولا ايه؟ لا ما تقولوش الفين. احنا قلنا الرمد ريتن من الاول. الريتنا الشبكيه، الريتنا 10 طبقات، لازم احفظ اساميهم. معلش في العمل انا ما يهمنيش ابدا اقولهم بدقه، يعني دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي دورها ايه، لكن في النظر مهم، مهم طبعا. والعبقري فيكم اللي هياخد رمد طبعا دحيح الدفعه هو اللي هياخد رمد، دي معروفه. شوفوا مين فيكم الاول على الدفعه هو اللي هياخد رمد. أكيد هو مفيش أول، ماشيين كده؟ ماشيين هبولي كده؟ أسامي الليرز دي بقى مع نفسكم اقعدوا اقروها
المهم تحفظوها بالترتيب، ما تجيبش لير قبل لير. تحت الميكروسكوب شكلها يبقى عامل ازاي؟ الفرح البلدي. ادي من تحت اهو، ده الممبرين، البيزمنت ممبرين، طالع عليه كل الليرز حاجه الابيثيليمز اللي فوق، سبستانشيا بروجرس، سبستانشيا جرانيولوزا، ومش عارف مين، وبيجمنت. انا نفسي حد يقدر يتلخبط فيه. فربنا معاك. مالهاش تحديد ما حاولت وانا طالبه ولا حاولت اجيبها كده ما انت هتكتبها غلط كده طبعا الفرق واضح جدا ما بين دي وكورنيا. ما حدش يقول لي على دي كورنيا يا جماعه، يبقى ده تهريج بقى. ممكن هو الصوره ديت فين الرجل؟ تسعه رقم تسعه؟ لا مش هتبان الرجل فوق. طب مش المفروض اللي تحت؟ بص ليرز اوف روتس اند كونز اللي هي رقم 2 من تحت اللي هي قبل الجانجليا، دي جانجليا ايه ده؟ هي مقلوبه. الرسمه اليدويه بادئه من تحت قبل الجانجليا على طول الروتس اند كونز. طبعا كل لير والفانكشنز بتاعتها مهم قوي في النظري، مهم جدا الكلام ده. مش هسالك عليه في العملي بالديتيلز الفظيعه دي، لكن في النظري مهم، مش هضحك عليك. الايلت سلايد لطيفه جدا جدا. ليه؟ ده عباره عن ايه؟ السكن اللي بره ده اللي هو جفن العين. جفن العين سواء علوي او سفلي اهم حاجه بتميزه ايه؟ يلا يا بنات رموش، صح؟ رموش بقى والمسكره والشغل العالي ده. طب يبقى انا هعرف بايه؟ بالسكن. الاقي سكن اهو ستراتيفايد سكويمس كرياتينايزد عليه كرياتين، اللي في الكورنيا كان نان كرياتينايزد، لكن هنا خرجنا على السكن فبقى عندي كرياتينايز، فبسميه سين سكن. ليه سين سكن؟ الكرياتين رقيق جدا، وكمان عندي حاجه اسمها هير فوليكل اللي طالع منها الرموش. ما دام في هير فوليكل يبقى انا سين سكن. مفيش هير فوليكل زي الجلد ده اللي هو في كف الايد والرجل، سيك سكن. خلاص؟ يبقى انا بعرف ان هو ايلد منين؟ من السين سكن اللي بشوفه. وبعد كده بيبقى عندي سكيلت المصل. هي سكيلتال ولا سموث مصل اللي هنا؟ اسمها ايه بقى؟ ايوه في ناس بتاخد رمل، انا متاكده. كراسي اورجن، ايوه متاكده لازم كل دفعه يطلع حزوق كده رمل. طيب ادي شكل ده ايه؟ ده ايه؟ السكان. طيب وايه اللي نازل منها الفولدنج اللي طالع من الكحه دي؟ وايه الفوليكل اللي طالع منها اللاش؟ واللي تحت دي الكونجكتايفا اللي هي بتغطي، اللي بتعمل سلوفان بتغطي الايليد من جوه وبتنزل تغطي الاي بول كمان. دي الكونجكتايفا او اللي هي بيسموها الملتحمه اللي بتغطي او بتعمل كفرنج، اللي هي دايما بتعمل حمايه للعين وبتعمل سكريشنز ولوبريكيشنز للعين وهي بتتحرك عشان ما يحصلش جفاف في العين. ادي كمان ايليد سين سكن وهير فوليكلز وادي المسلز وادي السكليرال لير. الاير ما اختلفتش كتير عن الايلد، يمكن اسوء. الاير عارفين طبعا هتوظف الاي ام تي، انر وميدل واوتر. الانر اير والميدل اير شغلهم شويه بيبقى ليه علاقه بالسي ان اس، شويه فيها سنسوري بتساعد على الايكوليبيرم، ليها علاقه باتزان الجسم. الاوتر اير مالهاش علاقه بالقصه دي شويه، هي شويه شكل خارجي بيعمل كولوكشن للساوند فايبس وبتدخلها بالاستيكيان تيوب للاير درام والكلام ده كله. الشغل كله في الايه؟ في الميدل والانر اير. الاوتر اير عباره عن اريكل بس انت بتشوفها من بره، اللي هي الودن، طبقه الودن من بره اللي هي كانت ايه في المره؟ كانت ايه يا جماعه بتتكون من ايه الاير؟ بلاستيك كارتج. ايوه في ناس هيجي منها امل اهو، صح؟ هي البلاستيك كارتج، صح؟ ايه؟ اكسترنال اير وميدل اير وانر اير. الانر اير بتتكون من ايه؟ جزء بوني وجزء ممبرينس، بسميه بوني لابرينس وممبرينس لابرينس. البوني عباره عن ايه؟
هو عضو بس شغله مهم جدا، مجرد عضميه بتعمل هيكل كده للجسم. شغل مهم جدا زي ايه؟ كلوكا والفيستيبيول والسيمي سيركولار كانال. الكلوكا هي اللي عندنا سلايدز ليها هنشوفها تحت الميكروسكوب، الممبرينس لابيرنس اللي هي الكوكليير دكت واليوتريكال والسكيول والممبرينس سيمي سيركولار كانال. اهم واحده هنشوفها هي الكلوكا، شكلها عامل ازاي؟ بشوفها فيها فراغات الكابيلس بالمنظر ده. كل كافيتي من دول ليها اسم، سكالا ميديا، سكالا فيستيبولاي، سكالا تيمباني. كل فيستيبول من دول ليه اسم. انا يهمني ان انت تتعرف على الشكل الخارجي للكلوكا، يعني دي لما تشوفها تحت الميكروسكوب تبقى عارف ان دي كلوكا بالفيستيبولز اللي فيها. طيب ايه الحته السنسوري بقى اللي في الكلوكا؟ حاجه اسمها اورجن اوف كورتي، دي الحته العصبيه شويه اللي ليها علاقه بالاعصاب في الكلوكا، اسمها اورجن اوف كورتي. بعرفها منين؟ بلاقي البيزمنت ميمبرين كده رفيع نايم عليه سبورتنج سيلز وحاجه اسمها هير سيلز سواء تايب 1 او تايب 2. اللي لونها بلو دي هي الانر هير سيلز، والمفروض اللي كل اللي نايم ده اسمه سبورتنج سيلز ايا كان نوع. ليها انواع كتير جدا، انر فرنجيال، الفرنجيال دي، واوتر هير سيلز، واوتر بايلر سيلز. كل الانواع دي موجوده في النظري، بس انا يهمني تبقى عارف ان اللي نايم على الميمبرين دي سبورتنج سيلز، اللي فوق هي هير سيل، وهنا في جانجليا، واللي هنا في ستيبلر ميمبرين. ماليش دعوه بيه، انا يهمني دلوقتي الحته دي اورجن اوف كورتي، الميمبرين والخلايا اللي عليه دي. شكلها عامل ازاي؟ تسمت هير سيل لحاجه ولا هي مالهاش علاقه بالشعر يعني؟ لا مالهاش علاقه. هي نفسها اللي موجوده في الفيستيبولار سيستم بتاعت التوازن كده؟ مسؤوله عن الاكليبريم للتوازن. ده السنسوري بارت. اهي دي الحته بتاعت الاورجن اوف كورتي، هي الحته دي اللي انا اقصدها. ادي الممبرين اسمه بازيلر ممبرين او بيزمنت ممبرين، ودي اللي فوق الاوتر هير سيلز، واللي تحت دي السبورتنج سيلز لو شاورنا عليها. اورجان اوف كورتي ممكن اقول لك ايدنتيفاي الاورجان اللي حوالينه سيركلر بلو اسمه اورجان اوف كورتي. طب مثلا ديسكرايب وان فانكشن لي، جايب لي وان فانكشن مين السنسوري فانكشن بتاعك. بيبقى الامتحان بسيط بس لازم تبقى عندك فكره برده عن النظر، مش كله ايدنتيفاي بس. ثانك يو فيري ماتش. القديم بقى القديم بقى نبدا منين؟ طيب احنا نمشي لما خلصنا اليورينري نشوف نمشي للهيلث سيستم بتاعت سويت التيبيول سواء اكسسوري او اكسريتوري. طيب دي التيبيولز ودي البونادز او التستس. التستس قسمناها زي اي اورجن لايه؟ من بره قشره كورتكس، بس بنسميها هنا ايه؟ تونيكا. تونيكا البيجينيا تونيكا اللي تحتيها فاسكولوزا عشان فيها فيسلز، واللي بتديني السبتم او السبتي او الترابيكلي الدراعات اللي بتفصل القشره الخارجيه لفصوص فص وفص وفص. ده كده رسمه التستس. طيب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ضغط او تيوبيول، عباره عن ايه؟ فيها المراحل بتاعت السبرماتوجينيسيس. اول لير من بره اسمها سبرماتوجوني، بعديها بتبقى برايمري سبرماتوسايت، اللي فوقيها سكندري سبرماتوسايت، اللي في النص خالص كل ده احنا بنقرب على الستيجنج بتاعت السبرما عشان يبقى في الاخر سبرما فاير صغير السبرماتين، والسبرماتين في النص في اليومن ده يبقى عباره عن سبرما. يعني انا لما اشاور لك عليه في النص باقي ده ايه؟ ده سبير. دي الستيجز بتاعت السبرماتوجينيسيس. يبقى دي كل تيبيول منهم فيها بيحصل فيها سبرماتوجينيسيس، وفي النص بيبقى فيه سبيرم. طيب الخلايا اللي بتفصل ما بين كل واحده وواحده دي اسمها ايه؟ سيركلي سيلز، صح؟ دي اللي بتفصل ما بين كل مجموعه او كل جروب من الخلايا بتاعت السبرماتوجينيسيس.
طيب ما بين كل سيمينيفرس تيوبول والتانية في ايه؟ انترستيشيال لايدنج سيل اللي هي بتفصل كل تيوبول عن التانية، يبقى ده الاستراكشر بتاع التستس. ودي الستة مكونات دي، مين فيهم التستس؟ دي اهي اللي في النص ده ايه؟ ستير. هنشوف الابيديدمس لوحدها الاول وبعدين نرجع لها. دي برضه اهي سيمينيفرس تيوبول، سبرماتوجونيا، برايمري سبرماتوسايت، سكندري سبرماتيد، وده اللي في النص سبير. انترو سكندري بيبان ولا ما بيبانش؟ مش بيبان اول حاجات دي غير لما تكون بقى ايه انت داخلين بقى في حاجات بتاعت الحقن المجهري والكلام ده، يعني واخد عينه من تسس عشان حقن المجهري. انت بس عندك تعرف ان دي الستيجز بتاعت السبرماتوجينيسيس بس. الايفيدنس بقى الايفيدنس من الكلام هنا اختلف. ليه؟ بدا يظهر لي الابيثيليوم. اسمه ايه بقى الابيثيليوم اللي هنا؟ سودو ستراتيفايد سيليتد ابيثيليوم، هو كنا بنقول عليه نوع من انواع السمبل الكاذب اللي عامل نفسه ستراتيفايد، فبسميه سودو ستراتيفايد. ليه سيليا؟ لي سيليا. هدف السيليا هنا ايه؟ تحرك السبرمات اللي جوه دي، ما كل دي سبرمات. مين اللي هيحرك السبرم ده؟ الاهداف او السيليا دي اللي هتخبطها فتمشي في التيوبيوت عشان تروح في اتجاه ان هي تخرج للإجاكتوري دكت. طيب يبقى شكل الابيثيليا مميز عن شكل الايه؟ السبرماتوسايت او السبرماتوجينيك ابيثيليا. ادي شكل الابيثيليا هنا بقى مختلف، لكن هنا دي ايه؟ سيمينيفرس تيوبولز. يبقى دي لما تجي لي السلايد جمع الاثنين تيستس وابيدنس، جمع دي لوحدها يبقى دي تيستس، دي لوحدها يبقى دي ابيدنس. ادي صوره الابيدنس، ادي الابيثيليا اهو، وادي السيليا اللي طالعه هاب هازارد دي. ساعات بنسميها ستيريو سيليا، عددها اقل وحركتها ابطا شويه. اللي في النص ده ايه؟ سبيرما. ادي صوره كمان للابيدنس، ادي الاستراتيفايد ابيثيليا كاسب سوزو ستراتيفايد النيوكليس، واخده كذا ليفل اهو، مش كلها ماشيه على نفس الليفل عشان اقول عليه سيمبل، لا ده سودو. وادي السيليا والستيريو سيليا، واللي في النص ده ايه؟ سيمين كولكشن. ده ايه من الايه؟ بشكل السبيرم عباره عن هيد، ادي الراس، وميد بارت وتيل. الميد بارت ايه اللي بيميزه؟ انه مليان ميتوكوندريا، مخصوص ميتوكوندريا على الناحيتين. طيب الهيد ايه اللي بيميزها؟ ان ليها اكروسوم، صح؟ اللي بيعمل اختراق للاوفا. طيب شكله ايه؟ شكله سيل عادي وليه ممبرين عادي، ده الوحيد اللي هنا اي ام في السبرم في الميد. طب لو خدت كات سيكشن بقى في السبرم ده، هنا ده كات سيكشن في التيل، وده كات سيكشن في الميدل بارت اللي هو ده، قطعته في الميدل بارت، يبقى انا هشوف ايه؟ ميتوكوندريا بالعبيط، صح ولا لا؟ عشان انا قطعت الميدل بارت، لكن التيل مفيش ميتوكوندريا. ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنتريول. فاكرين السنتريول اللي كان عباره عن مايكروتيوبولز، خدتوه في السيل في سنه اولى، وقلنا ان كل مجموعه منهم عباره عن دوبلتس من المايكروتيوبولز، وفي اتنين سنجلت في النص. طيب هنا في في، ولكن ايه اللي بيميزه؟ اقول ان ده الميدل بارت مش تيل، المايكرو مايتوكوندريا اللي بتحوطها على طول، يبقى دي ميدل بارت مش تيل. الفاز، الفاز ايه بيميزها؟ بلاقي التيوبيول ضيقه جدا وليها ماسل لير محترم، شايفين الماسل كتل محترم، انر وميدل واوتر، وبلاقي الابيثيليا من جوه نوع ايه؟ زي ما احنا بدأنا سودو ستراتيفايد، ده الابيثيليوم جيل الميل جينيتال ابيثيليوم، نكمل معاه للاخر. ومن بره بلاقي سيروزا او ادرينشا، ادي اليوم شايفين الماسل لير قد ايه؟ كل دي ماسل، ومن جوه ده ايه؟ ابيثيليوم، وده اليوما. مفيش هنا طبعا سينم لسه بتباص، ادي دي كلها ماسل كود، وادي الابيثيليوم، وادي السين كل دي ماسل. صدايش بالوقت اليوريتر اليورين، هل هنمتحن موديولات كل موديول في وقته ولا مع بعض؟ اليوم ده ضيق جدا. اليوم ايه ده؟ هو بيسال الامتحانات كل موديول واحد ولا مش عارف. طيب الاسبرماتيك كورد، الاسبرماتيك كورد ده كوليكشن من الكونكتيف تيشو، جامع معاه كذا حاجه، جامع تستيكولار ارتري تستيكولار فين، يعني عندي واحد تستيكولار ارتري واحد تستيكولار فين، ومعاه ايه تاني؟ معاه الفاس اللي احنا لسه واخدينها دي، ومعاه ايه؟ معاه النيرف،
ومعاه بليكسس من الفيز اسمها كامبيفورم بليكسس اوف فيز موجوده في المكان ده بس مش بنلاقيها في حته ثانيه في الجسم. ومعاه حته مصل محترمه من اسمها كريمستريك مصل حطوها في الاناتومي اللي موجوده في الميد جينيتال سيستم. يبقى انا لما اجي اقطع كات سيكشن في السبرماتيك كورد المفروض اشوف كل ده. بس انت استحاله تلاقي سلايد جمعه لك كل ده على اللو باور. لا انا هتلاقي واخده حته كده حته كده بس هتلاقي الفاز معاها حاجه دايما جنبيها حاجه ما دام جنبيها حاجه يبقى انا على طول في السبرماتيك كورد. اهي دي فاز يعني انا لو قلت لك دي لوحدها دي فاز. لكن انا جايبه لك معاها ايه؟ جايبه لك معاها كريسنتريك ماسل ومعاها فين وارتري اهو ادي الفين ادي الفين اللي هو الارتري سوري التخين وادي الفين الرفيع يبقى دي على طول ايه؟ سبرماتيك كورد. لو كملنا بقيتها هنلاقي البابيلي فورم بليكسس والنيرف سيل والكلام ده كله. ادي الفاز ودي المصر كريمستريك مصر. يبقى انا هدفي ان انا اوريك ايه؟ سبرماتيك كورد. ادي الفاز وادي المصل وادي الارتري وادي الفين في البلد. دي ادي الفاز وحواليها الكريمستريك مصل مفيش ارتري وفين. يبقى انا لما اجيب الفاز معاها حاجه يبقى انا عايز السبرماتيك كورد. جبت لك الفاز لوحدها يبقى انا عايز الفاز لوحدها. البروستاتا هي غده البروستاتا موجوده على جانبي اليوريثرا صح؟ عباره عن طول بيولز بتتكون من ايه؟ زيها زي اي جلاند جيت قسمتها لكبسول ومضغه. الكبسول عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو بيعمل لي سبته فواصل بيقسم لي الحته اللي بره ليه بيولز او فصول. طب كل البيول متكون من ايه؟ من اسينار. دي كلها اسينار دي اسينار دي اسينار. طب ايه الفرق ما بين الثلاثه اسيناي دول؟ دي بسميها مين اسينار اللي بره على الحرف جنب الكبسول. اللي في النص بسميها سب ميكوزا الاسينار. اللي فوق جنب الابيثيليوم جنب الميكوزا يبقى اسمها ايه؟ ميكوزا الاسينار. يبقى اللي جنب الميكوزا اللي اسمها ميكوزا اللي تحتيها سب ميكوزا اللي بره خالص الراسيه والكبيره مين اسينار. طيب الابيثيليوم هنا نوعه ايه؟ ترانزيشنال سيم. احنا قلنا ان هي على جانبي اليوريثرا لما اجي اقطعها هاخد حته معايا من اليوريثرا فيبقى الابسيليوم بتاعي زي البلادر وزي اليوريثرا ترانزيشنال ابسيليوم. طيب اللايننج بتاع الاسيناي بتاعي عامل ازاي؟ في منها السمبل كيوبيكال ابسيليا بالمنظر ده وفي منها الكولامنر سمبل كولامنر ابسيليا وفي منها السودو ستراتيفايد كولامنر ابسيليا. ايه اللي بيحصل؟ ان انا كل ما بقرب للجينيتال سيستم بيبقى سودو كل ما ببعد بيبقى كولامنر. ادي البروستاتا طبعا مش باين الاسيناي قوي بس دي المين ودي السب ميكوزا ودي الميكوزا اللي ممكن تفتح على الميكوزا فسميها ميكوزا الاسيناي. الميكوزا ممكن تفتح على الميكوزا بتاعت الابيثيليا اهي هنا باين اكتر هنا اوضح. اللي بره خالص ده ايه؟ المين. اللي قريب ده شويه في النص سب ميكوزا. اللي جنب الابيثيليوم على طول وساعات بيفتح عليها اسمه ايه؟ ميكوزا الاسيناي بروستاتيك او ميكوزا الاسيناي. ده البروستاتيك او الميكوزا الاسيناي ودي اليوريثرا ده الابيثيليوم. دي زوم على واحده بس اللي هي الميكوزا بس لكن الباقي بره سب ميكوزا ومين. بينس البينس اللي هو سمايلي فيس عباره عن ايه؟ من بره هلاقي ايه بيحوطه؟ كبسول ما سكن ده اكسترنال اورجان اورجان خارجي. اي حاجه بتخرج عن جسمنا بلاقي اللاين بتاعها سكن اللي هو ستراتيفايد سكويمس ما ماشي. طيب هلاقي بقى ايه؟ عينتين كبار كده وبق مفتوح كده. البق اللي هو السمايلي اللي بتسموه ده اسمه ايه؟ اليوريثريا بنايل يوريثريا. ليه بنايل؟ علشان في البينس. اليوريثريا طول ما هي ماشيه مهزقه شويه تاخد في البروستات حته فسميها بروستاتيك يوريثريا تاخد في البينس حته اسميها بنايل يوريثريا مش مستقله بذاتها كل ما بتمشي في حته بسميها على اسمها. طيب الحته اللي هنا الكبيره دي اسمها ايه؟ كافيرنوس. ايوه كاربوس كافيرنوس يعني دي
العين الكبيره دي اسمها كوربس كافرنوزم ودي كوربس كافرنوزم. يبقى انا عندي اثنين كوربس كافرنوزم واللي تحت ده اسمه ايه؟ كوربس سبونجينيسيوم. ليه؟ عشان سبونج شويه يحصل له فيه شرينكينج وكونتراكشن بيحصل فيه فكره الاريكتيشن فلازم يبقى سبونجي لازم يبقى شويه في سوفت ويقدر يتحرك. طيب يبقى انا ده لايننج بتاع السكن ودي الايه الكوربس كافرنوزم. كافرنوزم يعني من جوه عندي ساينسز عندي بلود ساينسويد. علشان البلود ساينسويد دي واللي حواليها سموث ماسل فايبرز دي اول ما يحصل اريكشن او انتصاب للبينس البلود سيركيليشن تندفع في الساينسويد دي فيحصل كونتراكشن في المسل فيحصل عمليه الايه الاريكشن بتاعت البينس. يبقى الاريكشن بيتم عن طريق ايه كونتراكشن للسموث ماسل واندفاع للبلود فيزلز او البلود سبلاي في الكافيرنس اللي موجوده اللي مليانه في الكوربس كافيرنوزم دي. طيب في النص عندي ايه عندي ارتري في الناحيتين اسمه ديب ارتري اوف بينس. البنايل يوريسيا تحت في الكوربس سبونجينوزم والكافيرنوزم فيها في النص بنايل ايه او ارتري ديب ارتري اوف بينس. لا تحت الميكروسكوب ساعات الكافيرنوزمز الاثنين بيقتشفوا بعض كده او بيتهزوا مع بعض فيبقوا كانهم فص فص بقى فص فاصوليا فص لوبيا فص السفندي كل واحد واللي عينه بيه ماشي بيبقوا عاملين حاجه اسمها كيدني شيب. وادي البنايل يوريسيا السمايل فيس او شكل الضحكه اللي على السبونجيوز. ادي اثنين كافيرنوزم دايما بيبقى لونهم احمر وادي السبونجيوزم والبنايل يوريسيم. ادي الاثنين كافيرنوزم اهو وادي السبونجيوزم اللي هو السمايل والبنايل يوريسيم. ادي الاثنين هنا اتشدوا مع بعض اهو البنايل يوريسيم تحت هنا اثنين برضو اتشدوا مع بعض والبنايل يوريسيم تحت متخيلينها؟ هذه الاثنين كافيرنوزم وهذه البنايل يوريسيا ماشي اسف لو انا غلطت بس هي وان كلها فين احنا قايلينه الاسبوع اللي فات والله الاثنين تو ايفرس وتيوبس ويوترس وفاجينا خلاص هناخد سلايد على الاوفري وسلايد على التيوب وسلايد باليوتريس وسلايد بالفاجينا. اول سلايد الاوفري بعرفه منين؟ بعرفه من الفوليكلز اللي جواه. ايه الفوليكلز دي؟ الفوليكلز دي اللي هتكبر تبقى الاوفر او الاوفر او البويدر وهي صغيره بتبقى ايه؟ تبقى فري موريدال فوليكل اللي مرصوص على جنب الكبسول دي اللي هي التونيكا البيجينيا و اما بتكبر شويه بتبقى اسمها برايمري فوليكل. في منها نوعين يوني لاميلا اللي هي واحده بتحوطها ومالتي لاميلا كذا ليه. يبقى دي برايمري ودي برايمري تكبر اكتر ويبقى فيها السبيسز بتاعت الانترام دي اول ما السبيسز دي تدخل يبقى على طول بقت سكندري. يبقى من غير السبيسز اللي هي برايمري بالسبيسز بتاعت الانترم دي بقى سكندري. طيب وبعد السكندري تدخل في مرحله كبيره جدا مهمه خدتوها في الاوفيريان سايكل اسمها ماتيور جريفيانس ايه اووسايت او فوليكل ودي اللي بترابشر بتخرج لك الاوفا او الاووسايت. شكلها مميز قوي ليه؟ لان الاووسايت بتيجي تتركن على جنب كده تبقى اكسنتريك والانترم سبيس بيبقى كبير وشكله بريسنتريك شكله زي هلالي كده بيحاوط الاوفر وبيبقى فيه حواليها كورونا راتياتا اللي هي كانها تاج مشع حوالين الاوفر. بيقول ان الاوفر ملكه لابسه تاج وقاعده على البيسين الميه اللي جنبيها دي الانترم فدي اسمها ماتيور جريفيان فوليكل. دي اللي ممكن اشاور لك عليها في الاستاذ بتبقى مميزه قوي. اللي فات ده صعب قوي تميزه. بعد كده الاوفا ما بتخرج اول ما الاوفا بتخرج يحصل شرينكينج للسيلز اللي مرصوصه حوالين بعضها دي ويبدا يكون لي حاجه اسمها الكوربس ليتيل. خلاص سواء كوربس ليتيل او بريجننسي لو الاوفا دي حصلها فيرتيلايزيشن
سواء corpuscular of menstruations لو ما حصلش fertilization ونزلت المنستريشنز في كل شهر زي عادتها. ايه شكل الاوفر دي مين فيهم؟ الملكة اللي قاعدة لابسة تاج وقاعدة على المية مكتوب جريفين فول. هل هي شبه دي مثلا؟ لا. هل هي شبه دي؟ لا. هل هي شبه دي؟ لا. مميزة قوي. دي سكندري اللي فيها شوية سبيس دي سكندري، اللي ما فيهاش سبيس دي برايمري بس يوني لاميلر. طب هنا دي اللي فيها كذا لاير بس برضه ما فيهاش سبيس برايمري مالتي لاميلر. اهم حاجة عندي تعرف الماتيور جريفين فول دي كمان فين الماتيور جريفين فول في الجهاز زهرس سيل بريميدال فوريكل اهي البدائيه اللي تحت التونيكا الجينه مثل قالت اهي بحمام. وادي البرايمري وادي السكندري سبيسز بدات تدخلها. دي صوره مخصصه للاوفيريان فوليكل. دي برايمري اووسايت، دي برايمري اووسايت بس دي مالتي لامينار وهنا دي يوني لامينار. دي ايه الصغننه الجميله اللي جنب التونيكا دي؟ بريميدال اللي هي البدائيه. دي صوره مخصصه للماتيور جريفيان فوليكل. ادي الكورونا رادياتا اللي حواليها اهي، وادي الزونه بليسي ده الممبرين اللي مرمي عليه الخلايا، والكوليكشن بتاع السيلز ده اللي ماسكها في الفولوكولار ابيثيليوم اسمه كلاموس اوفرس. كلاموس اوفرس ده اللي عامل زي عمق اللي ماسكها في الفولوكولار ابيثيليوم. ده كله ده فولوكولار ابيثيليوم عادي. اللي ماسك الحته دي بالفولوكولار ابيثيليوم هو ده اسمه كولوموس اوفرس. كولوموس اوفرس كولوموس يعني كولا، اوفرس يعني اوفر. ايه تاني؟ ايه دي لفتها بس مخصوصه شويه من عندها. فالوبيا اللي هي قناه فالوب. قناه فالوب دي ايه وظيفتها؟ تاخد الاوفر من الاوفري لليوترس. طيب هتنقلها بايه؟ في ايه؟ في السيريا او في البيتنج موفمنت بتاعت السيريا. يبقى اللايتنج بتاعها ممكن يكون ايه؟ كولمنر بارشلي سيليتد ابيثيليوم. يبقى الابيثيليوم بتاعي اهو سيمبل كولمنر بارشلي يعني في اجزاء فيها سيليا واجزاء فيها مفيهاش سيليا. يبقى ده كله في الابيثيليوم. تحت الابيثيليوم الكونكتيف تيشو كوريا كل ده على بعضه اسمه ميكوزا. وبعدين ماسل لير انر ماسكولار لير سيركولار واوتر لينجوتيدنال والسيروزا اللي في الخارج. ادي شكلها ده المفروض شكل دائري عشان دي تيوب انبوبه. بشوف الكونفيوليشن ده الرهيب، بتبقى التيوب من جوه فولدد فيها فولدنج كتير. الابيثيليوم اللي فوق ده لو شاورت لك عليه تقول لي ايه؟ سيمبل كولمنر بارشلي سيريت، وده اليومر وده الماسل فولد. من الفرض انه مميزة هنا ازاي؟ كل ده فالوبيا بيوت. دي كمان فالوبيا، دي فالوبيا بس دي انا مش مبينة لك فالوبيا بسيليا، دي انا عايزاك تشوف النص اللي هي قد ايه. دي الميكوزا الهاي باور بتاع الميكوزا والفالوبيا بيوت. ادي الابيثيليا اهو سيمبل سيمبل كلامنا الابيثيليا بارشلي سيليا. دي لامنيا بروفايل قايم عليها الابيثيليوم. دي الميكوزا الفالوبيان تيوب العادي اللي احنا خدناها، ودي ميكوزا في الفالوبيان بس بالسكاننج الكترون مايكروسكوب. شايفه عباره عن ايه؟ شايفه سيل كودد سيل. اليوترس او الرحم بيتكون من ايه؟ برضه ميكوزا وسب ميكوزا وكونكتيف تيشو اللي هي سيروزا في الاخر. هنا المصل اللي هي اقوى بكتير من الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب دي حاجه كده مش بيحصل لها ستريتشنج ولا بتكبر ولا اي حاجه. امال ايه اللي بيكبر في الحمل؟ بيكبر اضعاف حجمه، يشيل بيبي كبير وزنه 3 كيلو تقريبا اليوترس. اذا انا محتاجه مصل اللي هي هنا سميكه عشان يحصل لها هايبر تروفي في الحمل وتتمدد عشان تستوعب البيبي والبلاسينتا واللايكر والكلام ده كله. اهم حاجه بتميزني الشريحه بتاعت اليوترس المايوميتريوم. ايه المايوميتريوم ده؟ انا بقسم اليوترس من جوه لبره. اندوميتريا اللي هي الطبقه الداخليه، مايوميتريا اللي هي الطبقه العضليه اللي هي بتدخل،
ومن بره السلوزة. ادي من بره ده كله مايوميتريوم. ايه اللي في النص ده؟ بلاد فيسلز. تاخد ساعات شكل الايت شيب، شكل التمانيات ده المصر بتحوطها وتعمل لها شكل الايت شيب. امال ايه ده؟ ده الابيسيليوم. ايه اللي بيميز لي الابيسيليوم؟ ان انا عندي في السب ميكوزا جلانس اسمها اليوتراين جلانس، مهمه جدا. دي اللي بتفرز الهرمون وتغذي الاندوميتريوم بتاعي وتخليه جاهز للفيرتلايزيشن او للمنستريشن كل شهر. فدي اللي بتميز الابيسيليوم بتاع اليوترس. هل اليوتراين جلاند دي كانت موجوده في التيوب؟ لا، مش محتاجاها في التيوب. ادي الاندوميتريوم وادي اليوتراين جلاند، تيوبولر وطويله وبرانشز. ده كله اندوميتريوم اللي فيه الميكوزا. امال اللي بره ده الايه؟ ده هاي باور من الاندوميتريوم، بيوريك فيه الجلانس. ده قصدي ان انا اشاور على الاندوميتريوم جلانس. دي المايوميتريوم صح؟ ودي دي الفاجينا. بعد اليوترس بيقابلني حاجه اسمها السيرفكس اللي هو عضله الرحم. بس في ايه؟ ده الاندوميتريوم. ده انا عايزه اوريك بس الكراين جلاند اللي انا بشاور عليها دي. دي اللي انا شاورت عليها، انا بس بوريها لك زوم كده. طيب الفاجينا بتمتد من بعد السيرفكس، من بعد عنق الرحم. الابيسيليوم بتاعها ايه؟ يبدا يبقى ستراتيفايد. احنا اتفقنا ان انا كل ما بخرج اكسترنال عن الجسم، كل ما اروح لاوبننج، اي اوبننج في جسمك بيبدا يبقى ستراتيفايد سكويرس، علشان هيمهد ان هو يبقى كرياتينات عشان هيخرج على سكن، سواء الفينوس او الاورال كافيتي او الفاجينا، اي اوبننج في الدنيا هيخرج على سكن. فبدايه هنا هيبقى ستراتيفايد سكويرس ابيسيليوم نون كرياتينايز، وتحتيه الكوريا بتاع الكونكتيف تيشو. المصل هي بتتكون من ايه؟ من سن انر سيركولر وسك اوتر للميدوليوم، مش الطبقه العنيفه اللي كانت في اليوترس. في الفيميل مفيش حد فيه الثلاثة ليرز بتوع المصل الكبيره دي غير اليوترس، لان ده الجزء الوحيد اللي بيتمدد. ولكن الفاجينا هم الاثنين ليرز والتيوب هم اثنين ليرز بس. ادي الميكوزا من فوق، شايفين الابيسيليوم بقى عامل ازاي؟ ما بقاش بقى خلاص السيمبل كولندر، لا بقى ايه؟ ستراتيفايد سكويمس نان كرياتينايز، مفيش كرياتين فوق. وادي الكوريا وادي الكولير بتوع المصري. ادي الفاجينا اهي شكلها هيومن، وادي السيليوم اهو، وادي المصري ليا. هنا في ترينج؟ لا مفيش ترينج، لا اللي انا شاورت عليها في اليوم. اليوريتال والترانزيشنال ابيسيليوم واليومن بتاعه. شايف الابيسيليوم تخين جدا. وبعدين اليومن بتاع اليوريتال مش عامل كده. مش كورجيتد كده. الكورجيشن ده في الفاجينا بس. هو الاستراتيجي يعني كله على بعضه ولا مثلا هنا في السي؟ والله انا مش عارفه امتحانكم ازاي صراحه. مين بيديكم النظري؟ طيب بعد الفاجينا عندنا حاجه اسمها حاجتين كده ليهم علاقه بالفيميل مش موجودين في الميل، اللي هم البلاسينتا والمامري جلاند. البلاسينتا او المشيمه دي بتبقى موجوده فين؟ في الحمل صح؟ دي مش عضو مستمر مع الست، لا دي حاجه بتبقى موجوده ربنا بيخلقها مع الجنين طول فتره التسع شهور، بتبدا تتكون عند 10 اسابيع من الحمل. دي اللي بتوصل البلاد سيركيليشن والنيوترينتس للبيبي من الام، من البلاد سيركيليشن بتاع الام للبلاد سيركيليشن بتاع الفيتو. طيب بتتكون من ايه؟ اولا هي عباره عن تو بارت او تو سيرفيس، فيتال سيرفيس او فيتال بارت ده ناحيه البيبي، وماترنال بارت او ماترنال سيرفيس ده ناحيه الام، ناحيه اليوترس بتاع الام. الفيتال بارت ده عباره عن افتكروها بايه؟ اف اف. فيتال بارت ده فينجر لايك بروسيسس، يعني شكلها شكل الصوابع، فانجيتنج
بسمي الصوابع دي كوريونيك فيلاي. الصوابع دي اسمها كوريونيك فيلاي. كل فيلس منهم بيتكون من ايه؟ حته من الميكويد كونكتيف تيشو متحوطه بتروفوبلاست. التروفوبلاست اللي هو النسيج الجنيني اللي هو لسه في بدايه التخليق. التروفوبلاست ده نوعين، ونوع اسمه سايتوتروفوبلاست يعني ليه علاقه بالخلايا، وده في الانر بيبقى من جوه، ونوع خارجي اسمه سينسيتوتروفوبلاست. طيب بعد الشهر الرابع من الحمل السايتوتروفوبلاست بيبدا يختفي، والفيلاي بتتغطى بس بالسينسيتوتروفوبلاست عشان يبدا يدخل في مرحله الايه الاورجانوجينيسيس. طيب الماتيرنال بارت، الماتيرنال بارت ده كومباكت بارت اوف اندوميتريوم سراوند الكوريونيك، ده عباره عن اندوميتريوم مزروع فيه البلاسينتا، يعني حته من الاندوميتريوم. الاندوميتريوم ده كان فين؟ اليوترس، الطبقه الداخليه بتاعته اندوميتريوم. اول حاجه هتقابل البيبي ايه؟ الاندوميتريوم ولا الميونيتريوم ولا الكونكتيف تيشو اللي بره؟ الاندوميتريوم ده اللي هتترزع، هتتزرع فيه البلاسينتا والأوفا نفسها هيحصل لها إمبلانتيشن فيه. الإمبلانتيشن بيحصل في الإندوميتريوم، والإمبلانتيشن بتاع البلاسينتا بيحصل في الماتيرنال سيرفيس بتاع الإندوميتريوم برضه. طيب شكلها تحت الميكروسكوب عامل إزاي؟ شكل الأصابع ده لما أقطعه بالعرض هلاقيها عبارة عن دوائر غير منتظمة الشكل دي. هي دي شكلها حقيقي. المفروض ان احنا نشوف المنظر ده. اللي بره السنسيتوتروفوبلاست، واللي جوه السايتوتروفوبلاست. في الاغلب كلها بتيجي سي ايه؟ سنسيتوتروفوبلاست بعد الشهر الرابع. شكل الفانجيتي من الفيلس بتاعه البلاسينتا بيبقى كده بعد الشهر الرابع. قبلها بيبقوا تو ليرز، هي كانت تو ليرز قبل الشهر الرابع، بعد الشهر الرابع بتبقى وان لير. دي شكلها تحت الميكروسكوب. المفروض ان دي الفيلس، دي واحده فيلس، دي واحده فيلس، دي فيلس، ودي فيلس، بس شكلها طبعا يعني مقرف. دي اوضح، دي فيلس اهي، كوريونيك فيلس، دي كوريونيك فيلس، وفيها بلاد كابيلاريز، وده الماتيرنال بلاد اللي هو الدم بتاع الام داخل على الفيلس عشان يحصل له فلتريشن وياخد منه نيوترينتس والتغذيه، توصل تدخل للفيلس، ومن الفيلس تطلع البلاد كابيلاريز للبيبي. الماماري جلاند او الغدد اللبنيه، الماماري جلاند موجوده في البريست، ليها حالتين، حاله اسمها ريستنج وحاله اسمها لاكتين. ريستنج يعني الام دي مش بترضع، معهاش بيبي، فالماماري جلاند بتبقى هاديه ومريحه وما فيهاش ميلك سكريشنز، ما بيبقاش فيها اكتيفيتي. اللاكتيتنج بتبقى اكتف وفيها ميلك سكريشنز عشان عمليه الرضاعه بتاعت البيبي. طيب شكلها عامل ازاي؟ الريستنج الاستروما بتاعتها فيها سبته اللي هي انتر لوبر سبته وانتر لوبيولر، يعني لوبر الكبير فص ولوبيولر اللي جوه الفص، واديبوس كونكتيف تيشو ده اللي موجود في البريست عادي. دي كلها الاستروما. امال البرينكيما فيها ايه؟ موجوده فيها الدكت سيستم اللي هي القنوات اللبنيه، ما فيهاش سكريتوري الفيولاي لان دي ريستنج، لكن لما هننزل تحت في اللاكتيتنج هلاقي سكريتوري الفيولاي وفيها ميلك سكريشن. طيب الدكت هنا هتبقى لايننج بايه؟ بتو لايرز اوف كيوبيكال سيلز لان هي ريستنج ما فيهاش اكتيفيتي. هنا هتبقى بعد كده هتقل التو لايرز دي وتبقى اقل وارفع، وهلاقي في سكريتوري الفيولاي، وهلاقي الاديبوس قل شويه، هنا في اديبوس كتير، وهلاقي السته اللي فصل البيولز عن بعضها ارفع لان حصل ان الالفيولار بتكبر فيها ميلك سكريشن فمحتاجه سبيس، فتبدا السته او الفواصل دي تبقى ارفع، ولكن هنا السته ايه؟ لا واضحه وتخينه وفيها انتر لوبر وانتر لوبيولر. لو بيحصل لك سايتد بالبنسي ولا ممكن يحصل لك سايتد عادي؟ بالبروجسترون. لازم هرمون اللي تشينج. طيب ادي الفرق ما بين الريستنج، شايفين الفايبرس او السبته تخينه ازاي؟ هنا السبته ايه؟ رفيعه واقل. طيب الابسيليان هنا تخين تو لير، لا هنا بقى وان لير كيوبيكال. طيب هنا في عندي الفيولاي ومفيش عندي الفيولاي فيها ميل، لا انا عندي هنا الفيولاي فيلد ويز ميلك سكريشن، ده الميلك سكريشن ودي الفيولاي. طيب
طيب ادي الفات او الاديبوس، شايفين الفات والاديبوس هنا عامل كولكشن كتير ازاي؟ هنا الفات والاديبوس حاجه تكون تكون مش موجوده اصلا، مش لاقي ولا واحده اديبوس هنا في القط سيكشن بقى. والسته بتاعتي رفيعه دي ريستنج ميموري جلاند، الضغط واضحه ازاي وباينه، عايزين واحده على طول اكبر اهي دي ريستنج. السته تخينه اهي واضحه. هنا في الفيولاي فيها سكريشنز؟ لا، انا عندي 6 سته ومفيش سكريتوري الفيولاي، وفي اديبوس تيشو كمان مش باين في المقطع ده. بص هنا الفيولاي عكسها ازاي، فيها ميل سكريشن الاحمر ده، والسته تكاد تكون اختفت مش موجوده اصلا، مفيش سته انا مش شايفاها، وعندي الالفيولاي اللي مليانه بالميل سكريشن. ادي الفيولاي فيها ميل سكريشن، الفيولاي والفيولاي كل ده الفيولاي فيها ميل سكريشن، والسته بقت خط رفيع جدا، والاديبوس حاجه رفيعه جدا. يبقى دي لاكتيت كده. الفيميل خلص، حسبي الله ونعم الوكيل. هقعد اتحاسب فيكم لسه كم من انت لسه حد الاخر يا بابا. لا عندنا صيادين لزيت ترامب، واحدة بالاتش ام بي واحدة بالاوزميك. الاوزميك اللي لونها اسود دي ليه اوزميك؟ عشان اشوف المايلين تشيز، لكن الاتش ام بي مش هشوف المايلين تشيز. تأثير الكونكتيف تيشو في الزيت ترامب عبارة عن ايه؟ الخارجي اسمه ابينيورا اللي بيغطي الترامب من بره، اللي ما بين كل كولكشن او كل نيرف فايبرز والثانيه اسمه بيري نيورا، ما بين كل حزمه وحزمه، واللي ما بين كل نيرف فايبر صغير واللي جنبيه اسمه اندو نيورا. يبقى دي توجات الكونكتيف تيشو، ولكن كل واحده من دول اسمها نيرف فايبر والاكسون والسيل بتاعتها. دي تي اس اوف نيرف ترانك كات سيكشن، دي اتش ان دي لونها بينك واضح جدا. اقرب شويه اتش ان اي، دي نيرف فايبرز وده الاندو نيورم اللي ما بينهم. دي تي اس برضه في نيرف ترام اتش ان اي، وده البيري نيورم وده الابي نيورم، واللي جوه اندو نيورم برضه. كل ده تي اس للنيرف ترام، وده الابي نيورم والاندو، ده بيري وده الايه الاندو نيورم. طب ايه اللي في النص دي؟ ده الاكسون، دي نيرف سيل برافو عليك، وده الاكسون بتاعها. طب المايلين هتبان هنا، المايلين المفروض اللون الخفيف ده عشان اشوفه واعمل ايه، بس بكره بسبيشالستين اسمها اوزميك اسيد هي اللي بتعمل لي اللون الجميل اللي انا شفته في الخط العريض التخين ده بتاع المايلين تشيز. يبقى انا هدفي ان انا مظبوطه بالاوزميك ان انا اشوف المايلين تشيز. ادي الكات سيكشن نفس القصه، ابينيورم وبيرينيورم واندينيورم، بس فرق الوان فقط عشان اشوف المايلين تشيز. اما اشاور لك على ده هتقول لي المايلين تشيز بتاع النيرف فقط. الجانج السباينال والسمباثيتك، برضو السباينال والسمباثيتك. السباينال والسمباثيتك عندنا تو سباينال وتو سمباثيتك، واحدة سباينال بإتش أند إي واحدة بالسيلفر، والسمباثيتك واحدة إتش أند إي واحدة سيلفر. السباينال بنت ناس ومنظمة بالمنظر ده، وبتشوفها في كوليكشنز وفي جروب بالمنظر ده، وما بينهم كونكتيف تيشو مفاصلهم عن بعض شكلها كده. تعالى شوف السمباثيتك بقى قبل ما نشوف السيلفر. بص مش متنظمه زي الثانيه، الثانيه منظمه اكتر منها، لا دي ستيليتش سيلز مالتي بولر ايريجولار وسكاتر بشكل عشوائي ده. طيب نشوف السيلفر، السيلفر ستين ادي اللي هو الفواصل اللي ما بين الخلايا، وادي الخلايا واضحه مترتبه بشكل منتظم، دي السباين، دي سباين، دي برضو سباين، يعني جنب بعضها، يعني ما فيش سبيسز بعيده.
يعني جنب بعضيهم. انا طبقت الثانيه لا الثانيه بص الثانيه بعيده عن بعض خالص. شوف دي ودي 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 مش عاملين كولكشن نيرف كولكشنز مع بعضهم. السيلفر بتاعتها فين اهي؟ انت قادر تميزهم جنب بعض؟ ده كل واحده في وجهه. اللي جنب بعض قوي وواضحين جدا دي سباين. الفيد ولونهم خفيف وبعيد عن بعض وبينهم فواصل بعيده دي سمبثاتيك. ما تلخبطوش نفسكم فيهم كتير، اعرفوا معلومه واحده تميزوهم بينها وبين الثانيه بس. المقارنه بقى والجدول والهري ده كله في النظر. في جدول محترم اهو ده في النظر. مش هنقعد نعيد ونزيد فيه بصراحه يعني. النيرف اندنج. النيرف اندنج اللي هي ريسبتورز وما ادراك ما ريسبتورز. اول مثال على النيرف اندنج الانسينيير كورباسلز. الانسينيير كورباسلز بلاقيها فين؟ بلاقيها في الابيديرم بتاع السكن. البيزل لير بتاع الايبي دير بلاقيها نايمه هنا. هو هنا السلايد دي هدفها اشاور لك على المكان لكن مش هتشوفها. شكلها تحت الميكروسكوب بقى على الهاي باور عامل ازاي؟ شكلها حلزوني الشكل ده كده عامله سبايرال حوالين بعضها، وهنا برضو شكلها سبايرال حوالين بعضها. بلاقيها فين؟ في الايبي دير محشوره كده. مش هتلاقي ريسبتور او كاربس الموجوده في الايبي دير غير الميزايل الكاربس. دي شكلها بس بالسيلفر ستيج. اللي فوق الايبي ديرم واللي تحت الديرم شكل الدوائر اللي لونها لبني دي الديزاينر كاربس. يعني انا لما اعمل لك عليها سيركيليشن او بدورها يعني ما تقوليش سكن. اكيد انا مش هدفي تقول لي سكن. ما دام عامله لك سيركيليشن على حاجه او محدده لك حاجه يبقى انا عايزه ايه؟ الكاربس بتاعت الديزاينر كاربس. بس دي بالسيلفر ستيج لونها اورنج فاقع قوي كده. المفروض ان السبايرالز الخطوط السبايرالز الموجوده فيها بتاعت النيرف بس هنا طبعا بتبقى مش باينه في السيلفر ستيج. هي الصبغه هي اللي لونها سيلفر انما التقسيم جدي اهو. بيبقى دارك براون او بلاك. لو في ريتيكولار فايبرز بتبقى دارك براون. يعني شكلها هنا سبايرال قوي واضحه. بعمل لك سيركل عليها كده وبقول لك ايدنتيفاي. يبقى دي ديزاينر كاربس السيلفر ستيل اللي بالاتش ان اي اهي. ادي دي سيلفر ستيل. في فرق طبعا واضح حتى في اللون يعني. بعد كده الباسينيان. الباسينيان موجوده فين؟ في الديب ديرم او في الهايبو ديرم. الثانيه كانت في الايبي ديرم تمام؟ الباسينيان مميزه قوي. خدوها قبل كده. هل يمكنك ان تتعلم البابلي ولا البابلي؟ الدرم البابلي. ايه شكلها عامل ازاي؟ كنا بنقول عليها عباره عن ليرز او لاميلي شكل البصلايه كده المتقطعه والنيوكليتس ماشيه على المدارات دي. شكل المدارات اللي داخله ببعضها دي اسمها الباسينيان كاربس. ادي صوره كمان للباسينيان اهي. تحس ان حاجه مقطوعه بالعرض بصلايا او لفتايه ايا كان يعني حاجه واضحه قوي غير الميزانير. الميزانير كانت واقفه كده وسبايرال اهي. دي واضحه قوي. النيرف فايبر بتاعها في النص اهو. لما تيجي حاجه واضحه صريحه زي كده يعني اهي. دي واضحه ازاي؟ دي جميله. هكلم المسؤولين يجيبوا لكم دي. المسل سبند خدناه في المسل سليتر. لما كنا بنبص تحت الميكروسكوب وندور عليه لو ندور وسط المسل فايبرز كده بلاقي خلايا مغزليه الشكل شكلها عامل كده عباره عن نيوكليير باد ونيوكليير تشين محوطهم انتركليتد مسل. واللي فوق ده ايه؟ مسل فايبر عادي. ادي مسل فايبر ودي مسل فايبر ودي مسل فايبر. وفي النص في اللونجيتيودنال سيكشن هلاقي المسل سبند نايم في نص الفايبر. طب لو خدتها بالعرض هلاقيه عامل ازاي؟ هلاقيه عامل شكل دايره اهو. السبندل ده قطعته بالعرض كده. قطعته بالعرض كده. النيوكليير باج هلاقي فيها النيوكليس هيبان لي واحده؟ لا هيبان لي كذا واحده مالتي نيوكليتد. طب النيوكليير شين هلاقي فيها ايه؟ هي واحده بس اللي هتيجي معايا لو مقطع بالعرض اهو. ده المنظر. المالتي ده ايه؟ الباج. والسنجل ده ايه؟ الشين.
حاجه صعبه اهي تحت الميكروسكوب. اللايرز تفرق ايه عن الفاسينيات؟ اللاير الكتيره اللي محطاها دي مش موجوده. دي تشين ولا باج؟ دي تشين. دي باج صح؟ وده الانترفيوز الماسل، ودي السكيلت الماسل فايبرز اللي حواليها اهي. الافكتورز اللي هي فيها منها الموتور والسنسور. الافكتورز الموتور بتسبلاي ايه؟ السكيلتال والكاردياك والسموث ماس، دي خاصه بالماسل. السكريتوري بقى دايما بتروح على جلاند، سواء سوماتيك او سواء فيسرال. سوماتيك لما بيكون سكيلتال جلاند، فيسرال لما بيكون في كاردياك وسموث ماس. اتزبل عليها هناخدها الموتور اند بليد. الموتور اند بليد ده خدتوه في الفسيولوجي لما كنتوا بتاخدوا الكليف السيناتيك كليف، جزء منه نيرف فايبر وجزء منه فاصل، والفاصل ما بين الاثنين اللي بيتنقل فيه الاسيتايل كولين عشان يحصل الاكشن بوتنشال صح؟ طيب انا هوريكم الكلام ده من بره. البينك اللي نايم بالعرض ده ايه؟ ده مصل، مصل عادي. طيب هنلاقي عليها سلك عريان كده نايم. سلك عريان ده اللي ايه؟ نيرف فايبر اللي بيحاوط المصل ويدخل فيها يعمل السيناتيك كيرف. متخيلين؟ طب نشوف صوره اوضح. بصوا ادي مصل فايبر وادي مصل فايبر وادي مصل فايبر، في عضله عاديه. امال السلوك اللي نازله دي اللي عامله ايه؟ الجليفتات دي اهي، ده السيناتيك كيرف اهو. السلوك دي ايه؟ نيرف فايبر. يبقى انت في الفسيولوجي خدت تركيب الكليفت من جوه، هنا انا بخرج بره بوريك السلوك وهي متوصله بالعضله، كاني موصلها بسلوك كهرباء اللي هي ايه؟ اللي هي نيرف فايبر. فده سكيلت الموسل فايبر وده النيرف فايبر وده الموتور اند بليد او السيناتيك كليفت اللي انتوا خدتوه في الفسيولوجي. في واحده اسمها جولد كلورايد امبريجنيشن اللي هي دي سبيشالستين بشوف بيها الموتور اند بليد. ادي دي موسل فايبر وده مصل، ده مصل فايبر وده مصل فايبر، والسلك اللي نايم عليها بشكل عامل كانه ايد نازله عليها كده بتقبض عليها، ده النيرف فايبر وده الموتور اند بليد. ادي واحده، دي اول واحده شفناها، دي الثانيه. ادي نيرف فايبر اهو، وادي المصل فايبر، وادي الموتور اند بليد. ده المثال الوحيد للفيكتور اللي عملناه اللي ليه علاقه بالمصل. خلصنا السبيشيالز. سبايرال ده اخر حاجه ان شاء الله. سي ان اس عباره عن ايه؟ سي ان اس عباره عن ايه؟ برين وسباينال كورد صح؟ والبرين عباره عن سيريبرم وسيريبيلم واللي هو ميمبرين وبونز ومطله والقصه دي كلها. السباينال كورد بتاعي عباره عن ايه؟ بيتقسم لايه؟ لليفلز. الليفلز دي في منها سيرفايكال ليفل، ثوراسيك ليفل، لامبر، ساكرال، والكوكسجين اللي هي الاخفاميه. اول ثمانيه عندي فيرتبرال او سيرفايكال سوري، احنا عارفين ان السباينال كورد جوه الفيرتبرال كولن، فبيحطوا الفقرات العنقيه الفيرتبرال اللي هم السيرفايكال فيرتبرال، فسميته هنا ايه؟ سيرفايكال ليفل اوف سباينال كورد. والثوراسيك اللي هم ال 12 بين 12 زوج منهم حوالين القفص الصدري حوالين الثوركس، وبعدين اللمبر خمسه لمبر وخمسه سيكرال، وفي الاخر برضه بنسى بشرح نظري. لو جينا قطعنا كات سيكشن في السباينال كورد هشوف هلاقي مكون من ايه؟ جري ماتر، وايت ماتر، سنترال كلام، هتهريتوا الكلام ده في الفسيولوجي. هشوفها تحت الميكروسكوب، هشوف الجري ماتر بالذات عباره عن ايه؟ عن تو دورزال هور و تو فنترال هور. ارنين دورزال وارنين فنترال. طيب احنا طول ما احنا ماشيين هنبقى انتيريور وبوستيريور. بنقسمها انتيريور وبوستيريور ازاي؟ بالعكس، اللي تحت بوستيريور واللي فوق انتيريور. البوستيريور اللي هو دورزال والانتيريور اللي هو فنترال، ما تتلخبطوش عشان ما تكتبوش غلط. الدورزال او البوستيريور فيه ايه؟ فيه السنسري نيوكلاي، وده اللي بياخد ايه؟ الافرين. سنسري يعني هجيب النبضة العصبية عشان اخرجها بالافرنت. افرنت يعني اكزيت، افتكروها كده، يبقى اللي خارج افرنت اللي داخل افرنت.
يبقى الافرنت موتور وخارج منه الايه النيرف امبلس على السكيليتال موسل عشان تعمل الاكشن. واللاترال نورم سيلز ودول بيبقوا في النص كده وموجود في الثوراسيك بس. الوايت ماتر عباره عن ايه؟ بسميها كولن وايت كولن اثنين لاترال كولن فنترال كولن. عايزين نشوف الكلام ده على الرسم. ايه الرسمه دي؟ برافو. طيب فين الهورنات بقى؟ ادي هورن اهو، اثنين هورن شبه بعض واثنين شبه بعض. دول ايه؟ دول الانتيريور ولا البوستيريور؟ البوستيريور. احنا ماشيين عكس، دول الانتيريور ودول ايه؟ البوستيريور. طيب فين بقى الكولمز بتاعت الوايت ماتر؟ ادي ده انتيريور كولم. سوري بوستيريور كولم اوف وايت ماتر. طب واللي على الجناب؟ اللاترال. يبقى انا عندي تو لاترال كولم، واللي تحت الانتيريور او الفنترال كولم اوف وايت ماتر. طيب في عندي هنا لاترال هور؟ مفيش، انا عندي بس اثنين انتيريور بوستيريور واثنين انتيريور، وعندي السنترال كانال في النص في الجري كوميشن اللي بيربط لي التو هورنز مع بعض. يبقى الليفل ده ايه؟ سيرفايكال. عرفت منين ان هو سيرفايكال؟ ان انا التو هورن اللي فوق البوستيريور ارفع من الايه؟ من الانتيريور اللي تحت، وما عنديش لاترال. اول حاجه بص، ما عنديش لاترال يبقى مش ثوراسيك، شيل الثوراسيك من دماغي. يبقى فكر في ايه؟ يا سيرفايكال يا لامبر. طيب سيرفايكال عرفت منين؟ اللي فوق اللي هما البوستيريور ارفع من اللي تحت. طيب ده الكولن بيوريك الدوز الوايت كولن والفنترال والاثنين اللاترال. ده السيرفايكال. ايه اللي بيميز لي السيرفايكال اللي احنا قلناه ده؟ ان انا عندي تو تراكس، التراكس عندي اسيندنج وديسيندنج لونج وشورت. تو تراكس اسمهم جراسيل اللي هي ميديال للسالكس، وكونيير اللي هي لاترال اللي بره يمين، كونيير اللي جوه جراسيل. طول ما انا عندي الجراسيل والكونيير دول شايفاهم الاثنين واضحين جدا تو تراكس، يبقى انا لسه سيرفايكال. كل ما بنزل بتبدا الكونيات تختفي وتكمل معايا الجراسيل. الليفل اللي بعده ده ابر ثوراسيك. لاحظت ايه؟ ان الهورنز تقريبا بقت قد بعض. الفتره اللي كان تخين ملصلص ده، شايفين كان تخين اهو؟ لا، بدا يبقى رفيع زي اللي فوق. وفي كمان لاترال هورن صح؟ طيب جراسيل وكونيات مكملين معايا؟ اه مكملين في الابر ثوراسيك. طول ما انا في الابر ثوراسيك جراسيل وكونيات معايا. يبقى الجراسيل والكونيات موجودين فين؟ سيرفايكال وابر ثوراسيك. ننزل على الليفل اللي بعده، لقينا جراسيل بس الكونيات اختفت، يبقى انا دخلت كده فين؟ اللور ثوراسيك. يبقى من اول اللور ثوراسيك وانا نازل انا عندي جراسيل بس، تمام؟ عندي لاترال؟ اه عندي لاترال لان انا ثوراسيك. عندي انتيريور وبوستيريور؟ اه تقريبا يعني قد بعض، مش تخين قوي زي السيرفايكال. نرجع للسيرفايكال الريفرنس بتاعنا، شايفين تخين ازاي الفنترال؟ لا ده هنا ايه؟ لا شويه ارفع. يبقى ده اللور ثوراسيك. افرقه ازاي عن الابر؟ كونيات راح مش موجود، برافو عليك. طيب اللمبر بقى، اللمبر ده الاثنين ملظلظين الابر واللور اللي هم الفنترال والدورسال. طيب ايه تاني؟ عندي جراسيل وكونيات ولا جراسيل بس؟ جراسيل بس. عندي لاترال هورن؟ لا مفيش. يبقى السك التو سكس المفتوحين دول وجراسيل بس، يبقى ده ايه؟ لمبر ليفل. حد متلخبط ما بين الليفلز وبعضها؟ يا ريت تطلعوا على بعض عشان تشوفوا مدى الحياه.